السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي نشوف خاصية جميلة جدا وفكرة حلوة قوي، ألا وهو إن أنا لما بعمل سكادول هو السكادول نفسه يبدأ يفلتر نفسه بحيث يبقى خاص بالشيت ده بس. يعني تعالى نيجي هنا مثلا، أنا عندي هنا البلانين دول موجودين في نفس الشيت. طيب أنا هعمل لهم دوبليكيت دلوقتي، ماشي، ودوت هحذف منه ده وده، هحط فيه الليفل اللي هو ناقص. خلي بالك في ريفيت 2023 بيبدأ يديني علامة بيضاء ان الشريط ده او الفيو ده ما استخدمناش ولا شيت. طيب دلوقتي هاجي اعمل سكادول واقول له ده working واقول له ده دور، اوكي، واختار الحاجات اللي انا عايزها في السكادول مش تفرق اهوت، وبعد كده فلتر، بلا في اختيار اسمه فلتر باي شيت. يعني ايه فلتر باي شيت؟ يعني الشيت ده لو مفوق الفيو اللي فيه مفهوش غير باب واحد خلاص هيظهر باب واحد. تمام. طيب خلينا بقى نبدأ. ايه اقول له هنا دوت عايز احط فيه الشيت ده، هو اوتوماتيك هيحط لي بس اللي باب اللي موجودة. يعني هنا حطيت لي كام باب؟ 1 2 3 4 5. تمام، وهتلاقي ان كلهم موجودين في ليفل 1. دي صراحة فكرة اهي، ليفل 1 ليفل 1 ليفل 1. طيب خلينا بقى نروح ليفل 2 واقول خد الدور، هيفلتره واي حاجة خاصة بليفل 1 مش تظهر معايا. هتلاقي ان ده كل الابواب دي في ليفل 2. فصراحة فكرة لذيذة وجميلة وكل حاجة، حاجة ممتازة. الابواب اللي هي ظاهرة هنا هي بس اللي هتظهر، يعني لو في باب غيرنا الفيو رينج وباب اختفى خلاص مش هيظهر معايا.